نشترك معنا الأستاذ عبد الإله عتيد، فقط لنشير إلى أهمية انتظارات السياح الأجانب من السوق المغربية، وأيضا ما يتعلق بهذا التلهف الذي يسكن الجميع من أجل السفر هذه السنة، لأن هذه السنة تقريبا الوضع الوبائي عبر العالم لربما هناك تحسن أفضل من السنوات الماضية. كان هناك أيضا مسألة التلقيح التي بلغت في عدد من البلدان مستويات جيدة ومرضية، لسيما في الوجهات الأساسية للسياح القادمين إلى المغرب. هل ينبئ ذلك لربما بتغير ما في المنحنى التقليدي للسياحة في زمن الجائحة؟ صراحة ومع يعني استرجاع الأحداث منذ بداية الجائحة، المبادرة الملكية وأقولها هنا من باب الإنصاف التي تعاملت مع كورونا باستباقية، حتى أن الطريقة كانت أحسن من كثير من الدول الأوروبية. هذا ليس من باب التطبير، ولكن من باب يجب أن نصفق لكل ما هو جيد في المغرب حتى تبقى لنا هذه الروح الإيجابية للتعامل مع الأشياء في المستقبل. المبادرة الملكية كانت قوية جدا وأعطت صورة إيجابية عن المغرب، وهذا هو ما يعني أننا في خلال أسبوعين فقط السنة الماضية خلال فترة المدارس والبعثات الفرنسية استرجعنا تقريبا 50% من طاقتنا الاستيعابية، وهذا أمر ضخم جدا في خلال أسبوعين أن يسترجع الطاقة يعني الاستيعابية ب 50%. ولكن ما أتحدث عنه أنا شخصيا بجانب أن المغرب دولة مؤتمنة جدا من جانب الأمني، من جانب الأمن الصحي، لدينا أشياء أنا صراحة نتكلم عنها كل سنة ولا نرى تغيير يعني ملموس كل سنة. التعامل في المطارات، أنا شخصيا أسافر كثيرا بحكم مهنتي، في بعض المطارات الخدمات لا زالت جد متواضعة، من المراحيض إلى الأماكن التي يمكن مثلا استبدال فيها أشياء للأطفال الصغار أو عدد المراحيض المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الكثير من المرافق العمومية. إذا ما نزلت مثلا إلى ساحات معروفة في مكناس أو في مراكش تلاحظ مثلا كثيرا من الفوضى بالنسبة للمرافق، يعني أين ستضع سيارتك أو دراجتك أو أشياء من هذا النوع. مثلا داخل بعض الساحات كيف يتم التعامل مع تنظيف الكؤوس أو الأطباق؟ لا أريد طيب هذه العناصر مهمة جدا، وأنا لا أستوقفك لألا تشير إليها وقد أشرت بالفعل إليها وهي مهمة جدا وتستدعي بكل تأكيد تسائل القائمين على القطاع السياحي، لكن أعود فقط لسؤالي حتى لا نقفز عليه، وهو هذه الانتظارية الطويلة جدا لدى السياح عبر العالم من أجل التحرك والاستفادة من حريتهم في التنقل، هل يمكن أن تشكل لربما صمام أو عبة أكسجين بالنسبة للقطاع السياحي في المغرب تأسيسا على ما ذكرت أنت فيما يتعلق بالمأمونية الصحية والأمنية وغير ذلك؟ أنا أجزم سيد بوريس بأن هذه الأشياء كلها إيجابية، وهذا الفيض سوف يزداد كثيرا في الشهور القادمة، يجب أن نستعد له. أما الآفاق فهي موجودة، أنا أعرف كيف طريقة تفكير الشركات المتعددة الجنسية. عندما أعطيت أرقام رايانير في البداية لم يكن ذلك جزافيا، أن تقوم شركة باستثمار مليار دولار 370 رحلة أسبوعية من 11 بلدا، خلق 37 وجهة جديدة من أصل 370، فهذه الشركة ليست مقامرة داخل كازينو، وإنما تأتي إلى بلد تم التعامل فيه مع الجائحة بمهنية عالية جدا، بلد جميل. نحن بلد عندما ترى المغرب في الخريطة مقارنة مع الجيران ليس بلد كبير، ولكن داخل مثلا مدينة مراكش لديك جو شبه صحراوي في الجبال، يمكنك التزحلق على الجليد، هذه أشياء غير موجودة في بلدان تكبر المغرب بعشر مرات. وهذا هو آراء حتى أصدقاء السياح عندما يأتون إلى المغرب يقولون في مساحة متواضعة لدينا جغرافية قارية، يعني كأنك تتنقل من قارة إلى قارة. ما يخيفني أنا شخصيا وحتى كزائر داخلي دائما هو تعاملنا في المطارات المرافق العمومية، عندما يأتيك شخص ويبحث عن مرحاض عمومي في كثير من المدن لا يجده، عليه الدخول إلى بعض المقاهي ودفع ثمن قهوة رخيصة جدا كي يلجأ إلى مراحل، أنا لا أضمن لك كيف ستكون هذه المراحل. الخدمات الصحية عندما يسقط سائح، وأنا أتلقى كثير من الخبراء الدوليين وفي نفس الوقت يقومون ببعض الأيام سياحة بعد حصة التكوين أو الاستشارة،
فإنهم يقولون لك أنا عندي تأمين صحي دولي، ولكني عندما أقرأ وأسمع عن خدماتكم الصحية فإني أصاب بالرعب وأنا قادم إلى المغرب. نحن هنا لسنا بسدد سوداوية الصورة، نحن كخبراء نقوم بفحص وضعية لنعطي حلول مثل ما نحن بسددي هذا الصباح.